كل يوم عربيه جديده ولا ايه؟ ثقه في الله فوق. ثقه في الله 95. ثقه في الله. انهي بقى اللي اقرب لقلبك، العربيه دي ولا اللي على النت؟ جمهوري اللي اقرب الاقل. حبيبي يا اسطوره مكسر الدنيا. حبيبي يا بطل. سلام يا اسطوره. بص يا خليل، انا عارف ان انا هطلبه منك ده شبه المستحيل، بس معلش حاول، انا عايز نكته واحده بس حلوه. اول حاجه انت طلبت مني طلب، احب اعرف هو طلب ولا اوردر؟ دليفري يعني ولا هنا؟ مش هيقول لك تحت يعني. الترابيزه دي لو قالت افيهات هو مش هيقول. يا بهجت مش لازم تحبطنا. مش هيقول نكته حلوه. هقول لك نكته حلوه ومن محل حلويات كمان، نكته ميد باي خليل بصوت وصوره. الف مره الخليل كوميدي دخل محل حلويات معايا؟ معايا قول معايا ولا ايوه معايا ولا كوبايه؟ هو معاك وانا كوبايه. فالمهم خدت معايا فلاشه ودخلت محل حلويات. تخيل معايا ليه؟ ليه؟ علشان احمل عليها كمانه كيكه جيجا. دي حكايه يعني خدوته حصلت لك. دي في نكته يعني فزوره حلوه صغيره. اقول لك بقى النكته اللي بجد. اسمع بقى النكته اللي بجد. جاهز؟ جاهز. في مره واحد بيسال صاحبه بيقول له النهارده السبت ولا الحد؟ قال له الاثنين. قال له ياه الاثنين جايين مع بعض. وانت نوي تعيش بالعفريت؟ نحاول بس يا بهجت. معلش قول تاني. في مرة واحدة اتجوزت من ورا ابوها، انت عارف ايه اللي حصل لها؟ ابوها لف شافها. اتجوزت من ورا ابوها. وابوها لف شافها. خليل تعالى نعمل ديل. يس اي ام ريدي. قول نكتة حلوة وانا هديك 500 جنيه 1000 جنيه. 1000؟ 1000 اذن وحنجرة. لا 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 اسمع هقول لك النكتة. في مرة واحد أكل سمك مشوي، مشوي ما لقاش حاجة ياكلها، واحد اسمه مشوي، تن 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 تن. يلا مش خاطر يا بهجت. قول يا خليل. قول تاني. هو كمان ابراهيم اتأخر ليه؟ متأكد إنه بيحلق هنا؟ إيه يا ابني متأكد إنه بيحلق هنا ومتأكد إن النهاردة معاه حلقته. بقول لك إيه؟ ما تيجي ناخد شعراية من شنب الدوبلير بتاعه. بس سلطان ايه بلاش غباوه يعني. هو يعني ما هو الدجال هيفقسها. هو انا غبي مش هيعمل لنا العمل؟ وبعدين كمان ابو رايه ملوش دوبليه. هو بيعمل اكشن؟ لا ما بيعملش اكشن، بس كل مشاهد الرومانس اللي مع فيفي عبده بتحتاج دوبليه. بقول لك يا ريس، هو الاستاذ كمال هيتاخر. ده كان هنا ومشي من نص ساعه. مشي ازاي؟ مشي حلق شنبه خالص ومشي. حلق شنبه خالص؟ احنا ضعنا يا بهجت. لا بالعكس يا سلطان. ده ايه الشعر الاحمر ده؟ ده شعري نيكول كيدمان زبونتي. زبونتك هنا؟ ايوه يا فندم زبونتي. وايه الشعر الموف ده؟ اكيد سعيد عبد الغني. ايوه الفنان سعيد عبد الغني. زبوني يا فندم. ده اسس. ده اسس؟ اكيد. وده اسمه؟ ايوه اصله شعره كان كتير تعبني والله يا فندم. طب وبعدين؟ احنا كده لا يمكن نلاقي شعرايه من شنب كمال ابو رايه في وسط الكلام ده. بس ما تقطعش ان شاء الله. اهو لقيته؟ اهو لقيته. ايه ده؟ يا ما انت كريم يا رب. هو بيحلقه ولا بيقلعه؟